أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول: آمل إرشادي إلى النفي والإثبات والإخلاص. يقول: آمل إرشادي إلى النفي والإثبات والإخلاص والمتابعة الواردة في الآية. تعيد السؤال. يقول: أحسن الله إليكم. في قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول: آمل إرشادي إلى النفي والإثبات والإخلاص والمتابعة الواردة في الآية. هل يعمل عملا صالحا؟ والعمل الصالح لا يكون إلا الموافق للشريعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص. هل يعمل عملا صالحا؟ هذا لا يكون إلا بالمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وما خالفه هو مردود. ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا هو الإخلاص. نعم.